خواجه شاف مارد معاك وعجب. I won't take your marvelous horse. I'm sorry يا خواجه، انت عارف ان مارد مش الإيجار يا حاج. And I give you any price for horse. مهما كان I'm sorry. ايوه جايه لك يا محمد. ايوه جايه لك يا محمد. انا جاي يا محمد. شافي جايه لك يا احمد. ولد كله وكمان ولد. ده فيها كام ولد؟ وانا مش عارفهم من فتح عينك. ده خامس ولد. ان شاء الله يكونوا 25 وانا ببيع حبتنا. مش لاعب. ايه ده انت بتعمل كوتشينه في وشي يا دته؟ انت كل ما تتغلب بتعمل لي الشويه الاوانطه دي؟ طلع 10 جنيه عليه. قد الحركه ديت؟ طلع ال 10 جنيه عليه. طلع 10 جنيه يا عم. شاهد حسين بيصدر لي دماغه. لا اله الا الله. يا مصر مصر ايه؟ مصر كل ما تيجي هالك. مصر 10 جنيه. مصر 10 جنيه. مصر اوعى اوعى حسين. مصر اوعى اوعى حسين. مصر يا طالب يا طالب. ايه يا الحرف المخالف القهوه. امسك الحصان. هات يا جماعه كفايه كده. حرام عليكم. انتوا فازين بقى. مال اهلك انت؟ حرام عليكم. انا عايز حرام كده كفايه. ترى ده حرام. بس كده معلش يا اخويا حقك عليا. حاضر يا سالم اللي تؤمر بيه. ادي اخره الصياعه. صاحبوا بعض وبعدين تضربوا بعض. صياعه ايه بس يا سالم قدام العالم كده؟ اطلع على البيت يلا يا سالم. يلا يا سالم. الحاج تعبان وعايزكم وانا اروح عند ست صفيه. معلش بقى حد قال لك تصدرنا دماغه كده قدام غريب؟ ايوه 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 خير يا ابو غلاب؟ في حاجه؟ ابوك ايه عايز الضروري؟ جرى جرى له حاجه؟ هو تعبان شويه. طب استنى هغير هدومي واجي معاك. ايه في ايه يا صفية؟ ابويا يا صلاح ميت وجرى له حاجه. حاج عفيفي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لما انت كريم يا رب او كده خلي البلية تلعب معانا. ربنا يكرمه ربنا يشفيه يا عم غلاب مسكين. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه رايح فين؟ دخل اشوف ابويا ماله. هو طلب اخوك سالم يدخل. اشمعنى يعني سالم وانا مش ابنه برضه؟ يا الله. ايه ولا ايه يا سناص؟ تعالى هين يا عم غلاب داخل اشوفه. ايه يا سالم؟ ابويا كان عايزك ليه يا سالم؟ ابوك تعيش انت يا صفية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عايزين نتفاهم كده في موضوع التركة. تركة إيه يا باشمهندس؟ تركة الحاج عفيفي. أنت مالك ومال تركة الحاج عفيفي؟ إزاي؟ يعني الصفية مراتي دي تبقى أختك وتعتبر من الورثة؟ برضه مالكش دعوة بحاجة زي دي. أنت سئيل يا أخي. سئيل؟ أنا اللي سئيل؟ هو اللي يقول الحق في البلد دي يبقى سئيل؟ مش بدافع عن حقوق مراتي؟ الله يكحمك يا حاج عفيفي. طب ما أنا شايع. ما تزعلش يا صلاح، ما تزعلش يا صلاح، كل واحد يقول لي ما تزعلش يا صلاح. سالم ما كانش يقصد يزعلك يا صلاح. سالم ده زودها قوي بصراحة. سالم ده سالم حنين وطيب وابن حلال، أنت اللي
انا اللي ايه يا اختي؟ ما تقولي انا اللي ايه؟ انت اللي بتفهمه غلط يا صلاح. فهمه غلط بقى يعني ايه؟ يعني ما كانش صح انك تكلمه في حكايه الميراث دي ولسه السؤال منصوب للعزاء. طبعا مين هيدافع عنه غير اخته؟ مش انتوا اخوات؟ انا بقى اصحى يلا. انت ايه يا صلاح؟ انت لازم رجعت في ابوه ورجعت انا كمان. انا عايز اتكلم معاكم النهارده في اللي فاته لنا مرحوم ابونا. قبل ما نتكلم في اللي فاته لنا المرحوم ابونا، في حاجه مهمه عايز اكلمك فيها. اتكلمي يا صفيه. جوزي صلاح انت زعلان مني، والزعل ده بقى له يجي سنه دلوقتي. لما المرحوم ابويا كان عايش ما كانش هاممني، لكن دلوقتي انت اخويا الكبير وبقيت في مقام ابويا، يبقى لازم تقعدوا مع بعض وتصفي اللي بينكم. استاذ صلاح، عشان جوزك يا صفيه على راسي من فوق، حكايه زعلي معاه دي مش لازمها قاعده. شيل الحكايه دي من راسك. يبقى لسه زعلان منه. بصراحه بقى يا سالم انت مالكش حق في كده. ايوه يا سالم، الموضوع ده فات وانتهى يا اخي، وبعدين ابويا الله يرحمه كان غلطان. الحاج عفيف في عمره ما غلط يا سي نصر. واحد مهندس كان بيشتغل في شركه مرتبه فيها قد كده، جات له شغلانه بارمان مرتبه قد كده غير البقشيش. ايه اللي زعل الحاج بس؟ اللي زعله ان جوز بنته المهندس اشتغل بارمان. طب ما مش دي القضيه. القضيه ان قلل ادبه على ابوك يا نصر. وابويا سامحه. خلاص بقى سالم. ابوك سامحه عشان خاطر لحمه. ما انا لحمك برضه يا سالم. انت فعلا الاثنين يا صفيه. عشان كده جوزك على راسي من فوق يا ستي. بس حكايه الزعل دي مش محتاجه قعده ولا حاجه، خلينا في المهم. يعني هتنسى الحكايه دي يا اخويا؟ انسى يا صفيه، ده انت لحمي ودمي برضه. ابوك الله يرحمه وصاني عليكي. ما وصكش علينا كمان يا سالم. وصاني يا اسي نصر. انت عارف المرحوم ابوك كان نفسه حد فينا يتخرج من الجامعه، عشان انا كنت كبير اضطر يعتمد عليا عشان اساعده في شغله. كان كل امله فيك انت، وهو مات الله يرحمه قبل ما امله ده يتحقق. هو بيدي يا سالم يعني؟ هو بيدي؟ هم كل سنه يخموني ويغيروا الامتحانات، هعمل ايه يعني؟ اغش يا سالم؟ يا سلام، ما بيغيروا الامتحانات كل سنه. وعايز تغش؟ تخش النار يا بلاش الغش. خلاص. هو مش معقول. زمايلك دلوقتي اتخرجوا وبقوا دكاتره ووزراء، ده فيهم من اللي اتحالوا على المعاش. خلاص يا سالم، احنا جايين نتكلم في المراس، بلاش تقليب المواجع دي. نتكلم يا سيدي في المراس، دي اخر فرصه ليك في الثانويه العامه، ولا ناوي تبلطج اكتر من 12 سنه؟ خلاص يا سالم خلاص، بس في الحاله دي بقى هضطر اخد دروس خصوصيه في كل المواد. خد يا سيدي، محدش قال لك ما تاخدش. ماشي. المهم تذاكر وتنجح وتخش الجامعه وتحقق امل المرحوم ابوك. ماشي. كفايه بقى، هل عندك دم؟ ماشي يا سالم. تسلم ايديك يا ست الكل. تسلم. ما قلتليش يا سالم اتفقتوا على ايه؟ هنتفق على ايه يعني يا فايزه؟ ابويا الله يرحمه سابنا قضيه 13,000 جنيه هتتقسم علينا حسب الشرع. طب والخيل؟ يفضل زي ما هو، كل واحد هياخد نصيبه من الايراد. من حق. انا نسيت اقول لك، صفية النهاردة قعدت تقرر فيها ساعتين، عايزة تعرف حاجة عفيفة قالك ايه قبل ما يموت. قلت لها ايه؟ ولا اعرف حاجة عشان اقولها. اه، تلاقي جوزها هو اللي زقاها، تلاقيه فاكر ان الحاج ساب حاجة انا مخبيها عليهم. ايه ده؟ صلاح يظن فيك كده؟ صلاح يظن كده وابو كده كمان. صباح الفل. على ما تخرج من الحمام اكون جهزت لك كوبايه اللبن.
كمان اهدى بقى احسن مش قادر. صحة وعافية. يلا انا امامك انت وهو. حاضر. اشتغل يا ابني. ايه ده؟ ايه ده يا مليان؟ ايه اللي جابنا هنا؟ كبرت في مخه وفاكر ان هو حصان وعايز يقعد مع الخيل. حصان طلعها بره. ما اقدرش. يكتئب. ايه يا اخوان؟ يكتئب نفسيا. انا؟ يكتئب نفسيا؟ انت خايف عليه ليه؟ قريبك هو طلعه. يلا اخويا تعال. عندك تطلعات وعايز تبقى حصان؟ ذاكر. ذاكر. طب ما انت ذاكرت ما حصلش حاجه. صباح الخير يا مشحات. لقيتيه؟ يا اختي ده انا دخلت السبعه دخلت عبال ما لقيته. طب خشي خشي. لا لا احسن سيسلم يشوفنا. لا ما تخافيش ده قدامه يجي كده ساعتين على ما يطلع. ده في الاسطبل. اصل النهارده عندهم تصوير في التلفزيون. عيال اهو كده نقدر نخلص شغلنا. خشي خشي يا بعدي. عارفين مكان التصوير؟ يلا اتكل على الله. هروح انا صح بنتي الدكتور عفاف وافطرها عشان تلحق تروح كليتها وبعدين بحصل العيال على مكان التصوير. ماشي بس خلي بالك مش هاجي لكم غير اخر النهار. براحتك انت شوف مصالحك. السلامه. هترشي كام نقطه دم من دم الديك دوت على عتبه باب اوضه النوم وتخلي سيسلم يخطي عليها ثلاث مرات. بس خلي بالك اوعى حد يخطي على الدم دوت اللي لما سيسلم يخطي عليها ثلاث مرات. ولا انا ولا انتي. بعد كده هتحطي ديك قدامه ياكل اللي ياكله والباقي تلميه وتلفيه واوعى حد ياكل منه. بعد سيسلم ما ينزل انا هعدي عليكي اخد الديك واروح للشيخ ياسين وتكوني كمان وضبتي لي بقيه الحاجات اللي انا طلبتها منك. حاضر حاضر يا مشاحات. حاضر. خلاص يا روح قلبي خدتي بالك من كل حاجه. خلاص انا اوعى تنسي حاجه. لا خلاص فوتك بعافيه. الله يعافيك. عال اهو داخل اوضه النوم. اجري بقى رشي الدم بسرعه. خلاص انزلي انت بقى. انزلي انت. انزلي. اوعى تنسي يخطي ثلاث مرات. مش هنسى. خلاص فهمت. اوعى حد ياكل مني. يا مشاحات خلصيني بقى. فين ام الشحات؟ نزلت. خير؟ كانت جايه تعمل ايه على الصبح؟ ابدا جايه تشقر عليا فيها الخير. تشقر عليك ليه؟ كانت من بقيه العيله؟ ايه يا سالم؟ انت عايز تعملها حكايه وخلاص. انا مش قلت 100 مره الست دي ما تجيش هنا؟ خلاص هي دي اخر مره هتيجي فيها هنا. ولا تزعل نفسك. اعمل لك فطار. طيب. عشان جيت لقيت ام شحات هنا. انا فايزه 100 مره قلت لك قبل كده
بلاش شغل الدجل والشعوذه ده في البيت. الخلفه دي بتاعت ربنا يا ستي، وانا كنت اشتكيت لك. خلاص يا نور عين، دي اخر مره هتشوفها هنا. قوم غير هدومك بس. يا امر لله. الخطوة التانية. صباح الفل يا دكتور. صباح النور يابا. حماتك كانت بتحبه. وانا كنت بحب بنتي وبموت في بنت بنتي. لا ده انا كنت جاي اصحيك واجهز لك الفطار بنفسي. لا انا بقى النهارده اللي جهزت لك الفطار. أنا أول محاضرة عندي النهاردة هتبدأ الساعة 8. ربنا يكرمك يا دكتور. الله يخليك يابا، كل يابا. الخطوة الثالثة. إيه؟ بتقولي إيه؟ لا أبداً يا سالم، تخيل أول مرة ألاقي ثلاث كبدات في الديك. ثلاث كبدات في الديك؟ اه. ما بلغتيش البوليس ليه؟ اما دي غريبه قوي. الله، اذا كنت على الفطار تؤكليني ديك، امال الغداء هتعملي فيه ايه؟ معزه؟ خير كتير والحمد لله. كل يا سالم كل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بالكبده. مش هتفطري معايا؟ لا لا لا، انا شبعانه والحمد لله. الديك ده عشانك انت بس. صباح الخير. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ احنا ايه، هنفطر غدا؟ حلو. بسم الله نصر. اه طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، ايه الديك ده ليك لوحدك يا حبيبي. جرايه فوز، اللقمه الهنيه كف 100. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بقى، الله، انت فطارك في المطبخ جوه. ولا في المطبخ، ولا انا هنزل تحت ابقى افطر فول. بس انا نفسي في الكبدايه دي. هو في ايه يا سالم؟ علم علمك يا اخويا. ابدا بالكبده. ها احباب، ايه يا احباب؟ ايه؟ بقول لك تعالى اركب معايا. مش عايز تركب ليه؟ هركب الاتوبيس. اتوبيس ايه بس؟ اتوبيس ايه؟ هو في مكان فاضي دلوقتي في الاتوبيسات؟ تعالي بس عشان عايزك في كلمتين. ما عادش بينا كلام. ايه يا عفاف؟ ايه مالك؟ جابلك ايه؟ بتغطى كده ليه؟ كل حاجه في الدنيا قابلة للتغيير. حتى حبنا يا عفاف؟ الحب بالذات لو اتقلب لحاجه ثانيه يبقى فظيع، فظيع جدا. الله، ايه الفلسفه دي كلها؟ ايه الفلسفه دي كلها؟ ما تحطش ايدك عليا. انا عايز افهم جرالك ايه؟ جرالك ايه ما تتكلمي؟ اسال نفسك. اسال نفسي؟ انت هتقعدي بقى تفزلك عليا عشان انت خلاص دخلت كليه الطب وانا لسه في الثانويه العامه؟ هتقعدي تفزلك عليا يا عفاف؟ ابدا بالعكس، انا كنت خايفه وعقلت. اه طب اسمعي بس، قولي لي ايه سبب التغيير ده كله؟ الشارع. ايه سبب التغيير ده كله؟ اسال نفسك. انت بقيت انسان ما عندوش حاجه يتحمل اي مسؤوليه. انت خبتي يا بنت، انت خبتي. انت ما عادش ليك اي هدف في الحياه. اسمعي بس، اسمعيني. ليه اللون الجديد ده يا عفاف؟ انا بحبك، انت عارفه ان انا بحبك. بس اتكلمي يا عفاف، اتكلمي. لما تبقى تفهم كلامي يبقى كلمني. انت عارف عامله زي ايه؟ انت عامله زي الناس اللي بيستضيفوهم في التلفزيون، بيقعدوا يتكلموا يتكلموا وهم مش فاهمين اي حاجه، ولا الناس اللي قدامهم بيفهموا اي حاجه. روحي بقى. مع السلامه. انت اسمعي، دي لفه الديك ما كانش منه غير الكبده بس، بعد ما خطع الدم ثلاث مرات. عيل، المهم ان هو اكل منه. اللفه دي زي ما هي كده هتروح للشيخ ياسين، هيبعت يرميها على ظهر عفريت في الميه، ويا رب يملك الجن يا رب يقبلوها ويجعلك الخلف الصالح يا فايزه يا بنت حواء وادم يا رب. اللفه دي بقيت طلبات الشيخ. عال، وال 25 جنيه. 25 جنيه بتوع الشيخ ياسين، ان شاء الله يجعل تعبك بفايده يا رب. دول عشانك انت بقى. يا ندمتي، وده برضه يصحي برضه يا ست فايزه. معلش، عشان مواصله. ان شاء الله يا رب يخليك ويجعل تعبك بفايده يا رب. بركاتك يا شيخ ياسين، يجعل لك التعب يا رب ويجعل لك الخلفه الصالحه يا رب يا فايزه يا بنت حواء وادم. لا يا رب يريح قلبك يا رب يا رب يا رب. يا رب.
هي قالت ان هو اكل الكبده. انت ما القناصه فين؟ ايوه اهي. الله حلو. يا جن اخضر يا رايحين بالسلامة يا جايين بالسلامة على رأي شادية وفاتن حمامة اللي قالوا احلى كلام بالحلاوة. الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو 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 احنا هنا. أم الشحات تدخل. دستور يا سيدنا الشيخ. خط برجلك اليمين. خطيت يا أخويا دستور برجلي اليمين. اقعدي يا أم الشحات. اقعدي. تسلم يا سيدنا الشيخ. تسلمي. أنا جبت لك طلباتك. مش طلباتي. مش طلباتي. مش طلباتك يا أخويا مش طلباتك. ال 20 جنيه هم يا اخويا اللي طلبتهم. طلباتهم هم. طلباتهم هم يا اخويا. طلباتهم هم. طلباتهم هم يا اخويا دستور. ما نسيتيش حاجه يا ام الشحات. لا يا اخويا عين الجمل اهو يا اخويا اللي طلبتها. سيبي كل حاجه زي ما هي. اديك اهو يا اخويا. سيبي كل حاجه زي ما هي. حاضر يا اخويا حاضر. مش عايزك. ليه يا اخويا بس؟ مش عايزك. ليه دستور بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزك. عليهم. مش عايزك. ليه يا اخويا. مش عايزك. لا الرحمن الرحيم. اطلعي بره. حاضر دستور دستور. اطلعي بره. اطلعي يا اخويا طالع. اطلعي بره. بره. طلعت. خلاص ام الشحات طلعت. طلعت يا ما احلى نوري. شفتي الشموس. سيكا. سيكا. تعال اسطر. بروفيسور. تعال يا اسمع هات لي المسطر ده وشوف شوية الناس اللي قاعدين بره هتلاقي معاهم مخلل الطفش برنجان كرومب حتى هات. تعال يا يلا بروفيسور. فعلا فرخة شهية. لا 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 مية المية. لا 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 طعمة أوي 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 أحلى من الطعمية. لا 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 ليلى. أين كنت إذا؟ كنت في الديسكو يا حياتي لما خلت منها النار. يعني إيه؟ يعني عايز اولع. اتفضل يا روحي. ولا رمتن. استوب استوب استوب. ايه يا ابن اللي انت بتنيله ده؟ ايه يا ابن اللي انت بتنيله ده؟ الله. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شنب قطه؟ مين الحمار اللي قال له يركب الشنب ده؟ حضرتك. اه ما معلش هو روكي اتاخر ليه الوقت؟ هي الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 5 بالظبط. مين الحمار اللي قال له البس ساعه في المشهد ده؟ انا يا استاذ. اه معلش. طب انتوا اشتغلوا انتوا مثلوا انتوا. عايزك موضوع انت. بس كده عشان عايزك موضوع قدام كده. لا سلف لا سلف لا, لا انا مش ناقص سلف يا استاذ. ده موضوع تاني خالص. موضوع عن الـ عن الـ عن الفيلم اللي احنا بنعمله ده يا استاذ. الوقت القس وليلى دي في الجزيره العربيه. اي احنا هنا في الاهرامات والاهرامات باينه. او النبي صحيح ده احنا في الاهرامات. طب ما تبان الاهرامات. هي الاهرامات دي بتاعت ابوك يعني؟ ما الاهرامات موجوده في اي حته في العالم. هي شغلانه يا اخويا. وبعدين مش هيجي غيرك انت اللي هيعلمني. انا الدكتور حسام ابو اليسر. دكتوراه من امريكا ومن كاراكاس. يا اسمها ايه؟ ده كاراكاس دي عاصمه فنزويلا. مين يا اخويا؟ فنزويلا. فنزويلا. اه والنبي انده للبتاع ده. يا ريس يا ريس انت يا عم
يا اللي راكب الحصان، يا اللي راكب الحصان يا استاذ. تعالى يا اللي راكب الحصان. تعالى هنا. تعالى 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 هنا. تعالى يا استاذ. تعالى تعالى هنا. ازيك؟ انا الدكتور حسام ابو اليسر، دكتوراه من امريكا وابو رقاص. ايوه استاذ، عايز حاجه؟ ابدا، الحصان بتاعك عجبني قوي. اشمعنى يا استاذ؟ ابدا، عشان عايزه يمثل مع الحمار بتاعنا. اصل الممثل الهفتان ده عايز اغيره واديله الدور بداله. والحصان ذنبه ايه بس يا استاذ؟ ايه ده ذنبه ايه ده ايه؟ انا الدكتور حسام ابو اليسر، تقول لي ذنبه ايه؟ طب خلاص يا استاذ، والحصان هيعمل ايه بس بالظبط؟ مش ابدا فهمه. ابدا مش هيعمل حاجه، هينط من سور عالي قوي 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 وينزل في الترعه. يا استاذ ده جايز يتعور وجايز يموت كمان. الله ما يموت، هو بتاع ابوك. سموه ايه؟ انت ايه اللي عامله ده؟ مين ده؟ ابراهيم باشا؟ لا ابراهيم باشا في الاوبرا يا بيه. في الاوبرا. استاذ استاذ مش فاهم بالظبط ايه اللي انت حضرتك عايزه. يعني هو كده انا عايز الحصان بتاعك. هو عايز. مش ده الحصان اللي يعمل كده يا استاذ؟ ايه ده ايه ده؟ مين ده مين ده مين ده؟ سالم اخويا. سالم، انا الدكتور حسام ابو اليسر، دكتوراه من امريكا ومن كاراكاكس. في ايه؟ في السينما وفي الفنون. انتوا بقى اللي مبوظين السينما كتكونيله. يلا. ايه ده ايه ده؟ مين ده؟ يا رامبو. رامبو رامبو، عايزك تفكرني يا رامبو. اكتب عندك. ايوه يا استاذ. اتصل لي بدكتور المكياج. دكتور المكياج. ودكتور الكوافير. ودكتور الكوافير. ودكتور السيناريو. ودكتور السيناريو. كتبت عندك؟ ايوه يا استاذ. والدكتور البيطري. ده اللي بيعالج سيادتك. ايوه. اللي بقول لك ايه، قول لهم الدكتور حسام ابو اليسر، الدكتور حسام ابو اليسر عايزكم تقولوا في البتاع ده. يلا. خلاص بقى يا سالم. قلت لك 100,000 مرة أنا غلطان يا سيدي، أنا غلطان. غلطة كبيرة أوي دي يا نصر. خلاص بقى يا أخويا، ما تزعلش نفسك، مش هتتكرر تاني. اسكت أنت يا فايزة. أنت عارف بس نصر، أبوك قبل ما يموت الله يرحمه وصاني 4 وصايا. وصاني عليك وعلى صفية وعلى فايزة. عارف الوصية الرابعة كانت على مين؟ أيوه عارف. على مارد. وعارف إن أبويا الله يرحمه كان راجل غلبان ومسكين وعلى قد حاله. لغاية ما ربنا رزق بأم مارد. أم مارد جابت لنا مارد، وكان هو السبب في السعد اللي احنا فيه ده كله. عشان كده مارد هيفضل عزيز علينا طول ما انا عايش على وش الدنيا. هيفضل عزيز علينا كلنا، وخصوصا نصر. مش كده يا نصر؟ خلاص اللي فات مات بقى. بالظبط يا فوز، اللي فات مات بقى. خلاص يا سالم، اللي حصل ده ما اتكررش تاني. ماشي. خلاص قوم اجيب لكم العشاء. قبل العشاء بقى يا سالم، ايدك على 50 جنيه، يعني لزوم حصة الرياضة. واكون بتقل عليك يعني يا اخويا ولا حاجة؟ يا حبيبي كله من خير ابوك، بلاش كتر كلام. شوف انا عاملة لكم ايه؟ ايه ده كله؟ حمام بالفريك. كل ده عشانك انت يا نصر. ايه ده؟ عشان انا؟ معلش. ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ كل ده عشاني؟ عشان تنسى اللي انا عملته فيك. الصبح يعني؟ حكايه الديك؟ لا انا نسيتها من زمان. بس انا الشيء اللي مجنني يا فايزه، في حد في الدنيا يفطر ديك؟ ما خلاص بقى، ما تاكل وانت ساكت. ماشي يا فوز، هاكل وانا ساكت. لما اقول لي شرفك يا واد انه كان ديك. ها؟ نفسي افضل حتى راسي على صدرك طول العمر واسمعك وانت بتتكلم. فاكره فايزه قبل ما نتجوز؟ ودي حاجه تتنسي؟ كنت اجمل واحده في ناس بتسمع. اخسى عليك كنت. لا لا مش قصدي حبيبتي، هتفضلي في نظري اجمل واحده في الدنيا طول العمر. بس عشان خاطر يا فايزة بلاش الحاجات اللي بتنغص علينا عيشتنا دي. يعني ايه؟ انت فهماني كويس، بلاش لو موالهم الشحات والمشايخ والاحجبه
بلاش منها دي يا فايزه، اسمعي الكلام. اعمل ايه بس يا سالم؟ انا نفسي افرحك بولد يملى علينا البيت. غلطت بقى دكاتره ومفيش فايده، قالوا لي جربي المشايخ يمكن حد عامل لك عمل. دي بقى التخاريف اللي انا مش عايزك تصدقيها. عمل ايه بس وكلام فارغ ايه؟ الخلفه دي يا حبيبتي حاجه بتاعت ربنا، ودي ارادتك، ودي احنا صابرين. اكتر من كده انا ما بقتش قادره بقى. طب ما تروح انت تكشف عند الدكتور. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ اروح عند الدكتور اقول له ايه؟ انا ما فيش حاجه، مش عايزك تتكلمي في الحاجات دي ثاني، انت فاهمه؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ ما انا كمان زهقت خلاص، مش قادره. بعدين في النكد ده بقى، اسمع على خير. يا رب. اهلا يا سم. بونسوار. بونسوار. انا قلت انك مش جاي. معقول ولا اقدر استغنى؟ ازازه كبيره بقى سخنه عشان نسخن المسائل اوام اوام. ها لما انا ادي لك حاجه احسن تسخن بيها. ونصيب انا فين؟ ما تجيب واحده. ايه دي؟ حبايه صليبه. صليبه خد حسابها بقى بالمصر الفل. ربنا يجعل ليالك كلها فل يا صل صل صل. او كله بثواب ومع ذلك هروح النار. اتفضلي الشاي. بصراحه بقى كده مفيش قدامنا غير حل واحد. اي حل تاني يا مشاحات عشان خاطري غير ان انا اروح للشيخ ياسين. مفيش غير كده يا حبيبتي، لو عايزه ربنا يعوض عليكي بالخلف الصالح لازم نروح للشيخ ياسين. طب لو حصل وسالم عارف وايه اللي هيعرفه؟ هو بالظبط كده مسافة ساعة الزمن، هنروح للشيخ ياسين يرقيكي ويشم عرقك وتلينا جايين. يشم عرق يعني ايه؟ ما تخافيش يا فايزة، يشم عرقك يعني العرق اللي في القطر، وبعدين أنا هكون معاك، والشيخ ياسين ده راجل مبروك، تعتبريه زي زيك. مش عارفة أقول لك إيه يا مشاحات. هي كلمة واحدة، عايزة تخلفي ولا لأ؟ نفسي نفسي. خلاص ما توجعيش قلبي، بكرة هعدي عليك الساعة 5 وآخدك ونروح للشيخ ياسين. لا لا لا، أنت ما تجيش هنا خالص. احنا نتقابل في اي حته بعيده عن هنا. خلاص ماشي. اشربي شاي بقى. امسك دي. انا هخليه لك اشهر نجمه في العالم، اقوى من رامبو واشهر من سنجام. يا استاذ انا مش ممكن اشغل مارد زي بقيه الخير، مش ممكن اوافق على انه يتهان. ايه تاني؟ ده هيشتغل مع الدكتور حسام ابو اليسر، الدكتوراه من امريكا، من موزمبيق، وادي القيد. هو هيشتغل ايه بالظبط؟ ابدا. اسال رم. هو بالظبط هيرقص ديسكو على الطبل البلدي. يا سلام. ايوه. راسه بس يعني. والله لو يعرف يغني انا مستعد اعمل له اوبريت زي اوبر عايده. هم عملوها في الاقصر وفي الجيزه، انا هعملها له في شبرا البلد. في شبرا البلد. بسم الله عليك يا استاذ. يا غلاب غلاب، انت يا غلاب تعال هنا. هلا. ولا انا ولا الله يسامحك، ده لغايه دلوقتي اخوك الكبير ما بيقوليش الا يا عم غلاب. هو انا كل ما اكلمك تنهق لي؟ خد هات لي علبه سجاير. عايزها عربي ولا اجنبي؟ لا هاتها اجنبي وانا هترجمها. يلا يا بابا ما تنحش. يلا يا بابا. بابا. شوف ما تخافش انت كمان، غلاب بيقلدك كل ما اكلمه يقول لي اوعى. بابا يا بابا بابا. اهلا يا عفاف. اهلا. ازيك؟ الله يسلمك. لا بابا فين؟ ده انا بعته مشوار صغير هنا وزمانه جاي. فين يعني؟ بعته اشتري لي حاجه. اشتري لك ايه؟ بقول لك ايه يا عفاف؟ طب خلاص بقى انا هروح البيت وهو يبقى حصان. لا ما انا عايز اتكلم معاك شويه. ايه في انت بنت بتخاف مني يا عفاف؟ لا ده انا نصر. نصر حبيبتي بقى. ايه في ايه يا نصر؟ ولا حاجه. ايه ايه يا نصر؟ ايه جرالك ايه؟ انا بحبك يا عفاف. ايه يا نصر سيبني. انا بحبك. ايه في ايه؟ بحبك وهتجوزك يا عفاف. يا نصر سيبني. يا نصر يا نصر يا نصر.
السلامة، أنت حقك علي. دي جاية تسأل على خلاص بقيت زي الكلب بتنهش أي عقل. استغفر الله العظيم بكل سموحة. لا 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 لا، أنا مش معقول هروح له تاني يا أم شحات. أنا لغاية دلوقتي رحت له مرتين، وبصراحة بقى مش كل مرة تسلم الجرة. أهي المرة دي بقى هي اللي فيها الشفا، والتالتة تالتة زي ما بيقولوا. وبصراحة بقى المرة التانية أنا حسيت إن الشيخ ياسين ده مش مظبوط زي ما بتقولي. يا ندمتي، إيه اللي بتقوليه ده؟ حوشي حواش حوشك على الكلام ده، خفيف عليك. إيه اللي بتقوليه ده؟ أهو دلوقتي بقى زمانه سمعنا. بصراحة يا أم شحات، أنا مش خايفة من شيخ ياسين ولا من 100 راجل. أنا كل خوفي إنه سالم يعرف. اللي خلاه ما ادريش بالمرتين اللي قبل كده، المرة الجاية تعدي على خير. ها قلتي إيه؟ نروح له. ربنا يستر. أيوة. كنت عايزك في كلمتين يا دكتور. اتفضل يا استاذ. انا جاي اقول لك ان اللي حصل من نصر ده انا مش هفوته له، لازم احاسبه عليه عشان خاطر انا امسح اللي حصل ده فيا. انا وامسحها فيك ليه؟ وانت ذنبك ايه؟ الله، ومش انا اخوك الكبير برضه ووالدك في مقام والده الله يرحمه؟ عارفه يا ريس سالم، ونصر اخويا برضه، وكأنه ما حصلش حاجه. كتر خيرك. كمان بلاش تجيبي سيره للريس غالب، انا مش عايزه يزعل من نصر. من غير ما تطلب يا ريس سالم، انا ما كنتش هقول له حاجه. ربنا يكملك بعقلك يا دكتوره، كتر خيرك. ثانية واحدة يا مستر. كتر خيرك. السلام عليكم. مع السلامة. سالم ما يرجعش بدري من التلفزيون. ما تخافيش يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيستر. ما تخافيش، ربنا يستر بس تبقى واقعه. لا طمني قلبك بس وجمدي قلبك، ما تجيش دعوه. انا خايفه مش عارفه ليه. قولي يا رب. اتفضلي معانا. لحقيني يا ام شحات، هنعمل ايه؟ مش عارفه في ايه يا اخويا كفانا الشر. اتفضلي. ايه؟ على فين يا ساتر بيه؟ على اسمي يا روح امك. سامحوه، اوعوا تاذوه، ما يعرفش حاجه. روحنا في داهيه. لا 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 لا. ثانية واحدة كده، لبسنا قضية. لا 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 لا. ليلة القبض على ياسين. لا 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 لا. Thank you.
سالم. في ايه يا عم غلاب؟ الاسم بعت عسكري بيقول ان فايزه في الاسم وطالبيني. فايزه مين؟ فايزه يا ريس سالم. نصر راح ليه؟ وانا جيت عشان ابلغك. انت بتقول ايه؟ فايزه في الاسم؟ مساء الخير. بونسوار يا ابو نصر. بونسوار. ايه يا عم، هو التاخير بعاده فيك ولا ايه؟ قبل اي كلام التسخين. اخدت على الحكايه دي قوي. خش عليا. خش عليا. صباح الفل. صباح قشطه. اجيب لكم بيره؟ بيره ايه؟ ازازه ويسكي. ويسكي ويسكي ازازه؟ هتفتح ازازه؟ عينيا ليك يا عمنا. الله الله الله. ازازه الله. ويسكي مره واحده؟ ده انت ليلتك هتبقى زحل. يلا يلا. بقول لك يا ابو صلاح. ايوه. انت عارف صالة الديسكو بتاعت الحاج فضل؟ ايوه عارفها. مالك؟ بيبيعها. ايه رايك؟ في ايه؟ تشتريها. بطلب فيها مبلغ بسيط قوي، 200,000 جنيه. 200,000 جنيه مبلغ بسيط؟ اه. امال ال 20,000 جنيه اللي معايا ابو ايه؟ ياخدهم ويديهم؟ يا عم انا بتكلم جد. انت مش طول عمرك نفسك يبقى عندك صاله كده وكبيره وبتاعتك؟ اه والله نفسي وانا بهزر، بس الامنيه حاجه والواقع حاجه ثانيه. مش الحاج عفيفي لما مات ساب ورث لمراتك والنصر اكتر من 200,000 جنيه؟ اشتروهم سوا انتوا الاثنين وخدها شركه وخلاص. الويسكي ابو صلاح. الويسكي. الهي وانت ماشي يا صلاح كده تلاقي شنطه في الشارع فيها 200,000 جنيه. البرشامه اشتغلت. ولسه اما هيشرب الويسكي يقول لك الهي يا صلاح تلاقي شنطه فيها ياتين وفيها 200,000 جنيه. يا عم غلاب. ازاي بس؟ ده عربيته واقفه تحت. امال هيجوا راح فين يعني؟ جايز يكون في الاسطبل عند مارد.
ما انت عارفه ما بيكون متضايق بنزل يقعد معاه. بقول لك ايه؟ خش انت نامي والصباح رباح. احنا تعبناك معانا قوي يا عم غلاب، انا مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يهدي سريكوا يا بنتي، تصبحوا على خير. وانت من اهله. وانت من اهله. تصبح على خير يا نصر. وانت من اهله يا فايزه. زعلان مني؟ أنا اللي هروح للدكتور. ربنا يخليك لي يا سالم. جميل جدا جدا جميل قوي. تعرف تعرف هذا نصر ابويا كان عايز يطلعني ايه؟ يطلعك ايه؟ دكتور. دكتور؟ والله انت كده دول ورايا ورايا. انت عايز تطلع دكتور، وعفاف برضه عايز تطلع دكتور، وسالم عايز يطلع مارد دكتور، كل الناس دكتور. بس تعرف بقى انا كان نفسي اطلع ايه؟ تطلع ايه؟ ايه؟ مطرب. مطرب 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 من اللي من اللي بيطربوا دول في الفرح والحاجات. فرح ايه؟ انا بتاع اذاعه وكاسف على طول. انت انا بتعرف تغني؟ ده انا كويس جدا. عليه النعمه انت مياس. الله 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 والله مياس. بقول لك انا جامد خالص في الطرب. طب سمعني في الطرب. سمعك ايه؟ عارف انا عايز اسمع ايه بقى؟ ايه؟ هي طالبه معايا دلوقتي حاجه عاطفيه بقى من اللي الواحد يعيط فيها دي، يبقى قاعد بيأسد في روحه وبيعيط. سمعك عاطفيه جامده جدا بقى. خالص بقى. واسمعك كمان لعبد الوهاب. شخصيا؟ شخص دكتور. دكتور شخصيا وبرضه كان عايز يبقى دكتور. الله وبقى دكتور. طب سمعك. ابوه زن عليه برضه. سمعك. وسمعك بيقول لك ايه؟ يلا بينا يلا يا حبيبي يلا. عطفية قوي. ولا ولا حسين انا عايزك تغني لي دلوقتي. ايه ده؟ اهو واحد بيغني في الشارع برضه. اسمع يالا عايزك بقى تغني لي غنوه من اللي هي ايه بقى من الفولكلور. فولكلور اللي بيقولوا عليه في الاذاعه. لا اغني لك فولكلور. قول. في فول بالزيت كمان. فول بالزيت وفول في الفولكلور. في حار وفي زيت عاده وكل حاجه. قول من الفولكلور. تاخد سندوتش. قول من الفولكلور. اقول لك فولكلور يا شغلانه. يلا بينا يلا. كل الاناشيد والاغاني اللي في الدنيا بقت يلا 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 يا ارفع يدك عني وغني. يلا استاذ يلا هات العسكر يلا. طب قدامي على اسم. روح يلا يلا هات العسكر ده روح كمان. حد يشني حد يشني. يلا يا اخويا. حاسب يا استاذ. يلا يا سيدي يلا. حاسبه. طيب انا جايب اهو. حد يشني يا جدع. انت في كويس. دول سكرانين وفي الطريق العام يا عم غلاب، يعني ممكن يخش السجن. اهدى بالله بس يا ريس سالم، اهدى بالله، ان شاء الله مش هتوصل لدرجات. مش عاجبه كمان ان انا اكلمه، حته العيل الصغير ده. نصر ما بقاش عيل يا ريس سالم، وبعدين بصراحه انت كنت قاسي عليه حبتين. قاسي عليه يعني ايه؟
انا من حق اضربه واكسره دماغه كمان. لا لا يا ريس سالم، انا مش موافقك على الكلام. اسمع يا عم غلام، انا عايز اعرف بالظبط الواد ده بيعمل ايه من ورايا. هو ده الكلام الصح، وبعد كده نتصرف بعقل. قال ايه بس وانا عاد فيا عاد؟ امبارح فايزه والنهارده نصر، مين عارف بكره هيحصل ايه؟ ان شاء الله خير، مفيش بيت بيخلى من المشاكل، المهم يكون عندنا ايمان بالله. لا اله الا الله. اشرب الشاي. Monsieur, je fais la réservation pour 3 jours. Oui, oui. ثبت الحجز 3 4 يوم. احنا ترانزيت. Bon ben, ça sera super bien. OK. مظهر، اما النهارده انا شفت في التلفزيون حته دين حصان عربي اصيل انما يجنن، تصدق بيرقص. عايزك تشتريهولي يا مطر. مالوش في البرنامج ده بيتباع فين؟ وانا اشتريهولك في خلال ربع ساعه. لا انا اتفرجت عليه في برامج المنوعات. يبقى خلاص انزل التلفزيون اسال على برامج المنوعات ومن المخرج اعرف بيتباع فين الحصان ده. حالا حالا. اي صح دون دو مينوت. بقول لك عرفت انك ما بتاخدش دروس. مين اللي قالك الكلام ده بس يا سالم؟ مش مهم مين اللي قال لي. المهم ان الفلوس اللي بتاخدها عشان المدرسين بتصرفها على الخمره والبرشام والنسوان. خمرة ايه يا سالم والنسوان؟ سالم انا ما باخدش فلوس منك يا اخي. عارف يا سيدي انها فلوس اللي سابها لك المرحوم والدك، عارف. بس انت امانه في رقبتي، لا يمكن اسيبك تضيع. يا سالم انا مش صغير، انا سني 29 سنه، انا مش عيل يا اخي. لا يا اخي عيل، عيل و60 عيل كمان. ما دام تاكلش من عرقك وكدك تبقى لسه عيل، حتى لو بقى عندك 100 سنه. المهم دلوقتي نظامنا هيبقى ايه بقى؟ 2 جنيه في اليوم. 2 جنيه بس يا سالم، دول هيعملوا لي ايه ولا اشتري بيهم ايه يا سالم؟ هو اللي بقوله لك كده هيمشي. مدرسين انا اللي هحاسبهم. مش هتمسك مليم احمر في ايدك. اي حاجه تعوزها انا متكفل بيها. في اي اوامر تانيه طيب؟ اذا اتاخرت بره البيت عن الساعه 9 تبات بره احسن. 9؟ يعني ايه الكلام ده بقى يا سالم؟ هو اللي بقوله لك كده تسمعه. اذا اتاخرت عن الساعه 9 بره البيت بتشوف لك صرف. اظن كلامي مفهوم. انا بس مش عارف انت مش عايز تبيع الحصان ده ليه؟ مارد مش للبيع يا حضره. انا سالت على ثمنها لقيت ثمنها 20,000 جنيه. انا هدي لك 150,000 جنيه، قلت ايه؟ قلت افتح الله. طيب انا عندي حل تاني، انا ممكن اكلم المليونير اللي انا بشتغل عنده انه يدفع لك فيها 200,000 جنيه، ايه رايك؟ اشرب قهوتك يا استاذ. خلي بالك الراجل مسافر بكره الصبح، ودي اخر فرصه بالنسبه لك. فكر في الموضوع شوية. ما تتعبش دماغي، مفيش فايدة، مفيش فايدة. أهلاً. أهلاً. كويس إنك جيت. خير. أنا عرضت على الرئيس 200,000 جنيه في مارد ومش عايز يبيع. ليه يا سالم؟ ده مبلغ محترم أوي. قلت مش هبيع يعني مش هبيع. حتى لو دفع لي فيه 2 مليون جنيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه أنا ما أشتريهاش؟ يا فندم ده اللي حصل. الراجل دماغه ناشفة خالص. ومصمم، قال لي مش هبيعها يعني مش هبيعها. وانا هشتريها يعني هشتريها. صلاح، الفرصة دي انا هشتريها بأي ثمن وبأي سعر، مش هسافر من مصر إلا والفرصة دي معايا. خلاص يا فندم، هجيبها يعني هجيبها بأي سعر وبأي طريقة. ولا يهمك يا ابو نصر، رقبتي سدادة. تعيش يا ابو صلاح تعيش. ايوه بس ازاي اسكتوا؟ ده حقه الورث على ابوه. ما اقدرش اعمل له حاجه دلوقتي، بس بعد كده لازم احاسبه حساب جامد قوي بقى. كلام سليم. واذا كان على البياد تعالى بات عندي او بيت اختك برضو. عيشت ابو صلاح، واي حاجه تحتاجها انا تحت امرك. طب نسخن بقى ابو صلاح. عينيا. خد يا سيدي وانت كمان. المثل بيقول
إذا كنت أخوات اتحاسبوا. رمضتك الكريمة. ماشي يا بصلاح. ها عملت ايه يا صلاح؟ الحقيقة يا فندم أنا بعت صالح ما عرفش يتصرف. صلاح أنا لا أعرف لا صالح ولا خلافه، أنا عايزك أنت اللي تروح له. أنا اللي أروح له؟ أيوه. المصيبة إن أنا ما أقدرش أروح له. بتقول إيه؟ لا هحاول يا فندم. أيوه. تلاقي سالم دلوقتي هيتجنن عشان بقالي ليلتين ما روحتش البيت. أنا يا نصر بس خف شوية يعني. خليك حلو يعني ما تفحش. حلو ايه انت مالك انت؟ هو يبقى سالم في البيت وانا عامل لي ولي امر انت كمان؟ خلاص اشرب انت كمان. قوم معايا. مش قايم يا سالم. مالكش دعوه بيا، انا مش عيل صغير يا اخي. قوم معايا بلاش وشاره قدام الناس. مش قايم. واعمل اللي انت عايز تعمله بقى. ها؟ يا جماعه ما يصحش كده، احنا في مكان عام يعني، اهدوا شويه. ما تدخلش انت مالكش دعوه. قوم معايا احسن لك. مش قايم يا سالم، عايز تعمل ايه؟ قوم غصب عني بقى، خد. اشرب اشرب، ليلتك زي وشك منيله بستين نيله. استاذ قلت لك مش عايز كلام كتير. مارد مش للبيع. انت اكيد راجل مجنون. الله الله، انت جاي تشتمني في مكان عملي ولا ايه؟ ما حاجه تجنن، في حد في الدنيا يرفض ربع مليون جنيه؟ بقول لك ايه، اشرب قهوتك ومش عايز اشوفك هنا تاني. امسك دي اخر قهوه تشربها هنا. يا ريس سالم افكر في الموضوع، خليك راجل عاقل. انا ما نمتش طول الليل واللي فيها مكفيني. اتفضل اخويا، قهوتك شربها في حته تانيه بالسلامه. كده؟ طيب. سالم. ايوه. نصر لم هدومه وراح عند اختك صفيه. امسك. يا رب هات العوائل سليمه يا رب. اخرس يا حصان منك ليه؟ زي ما بقول لك كده يا صفيه، يقعد طول الليل يسكر في البار لحد وش الفجر. وجوزك ما قالكيش ان الواد حاول يمد ايده عليا؟ ايه؟ هي حصلت؟ اخطى عليك يا نصر. لا انا هلم الهدوم واطرده من هنا. هو ده اللي انا عايزه. الله حبيبي، انا هوصلك بقى بالعربيه وبعدين اشوف لاي حته بات فيها اوتيل او اي حاجه. تبات فين يا راجل؟ انت هتبات عند الليله دي ومن بكره الصبح نشوف لك شقه مفروشه. بس حساب كده هيتقل قوي يا ابو صلاح. ولا يهمك، ده انت ليك عندي شغلانه هتاخد منها اكتر من اللي بتاخده من اخوك. واحنا فينا حل الشغل برضه؟ شغلانه بسيطه، مشوار صغير كده بعربيتك، تجيب بضاعه من هناك وتاخد 200 جنيه في الاسبوع، يعني 800 جنيه في الشهر. اوعى تكون برشام ابو صلاح. برشام ايه؟ ما تودينيش في داهيه، دي فيها تأبيده. البرشام اللي بديهولك ده بيجيبولي واحد صاحبي. انت هتاخد العربيه وتروح بورسعيد تجيب بضاعه من هناك وتيجي. والبضاعه دي ملابس مستورده؟ مستورده ايه؟ ده ويسكي. ويسكي مستورد. هو في ويسكي محلي؟ انت هتحط 6 كرتونات في الشنطه و6 كرتونات في الكرسي الوراني. طب خلاص سيبني افكر وبعدين ارد عليك براحتي. ودي عايزه تفكير. قول لي يا سحس، هو فاضل بقى الديسكو بتاعه؟ لسه، ده ثمنه نزل 180,000. ياه. يا اخي مش لاقي حد ياخده. بقول لك ايه، دي فرصه العمر، بس ما تبيعه للحصان اللي اسمه مارد ده. قول لي يا نصر، مش انت نصيبك في الورث 80,000 جنيه؟ ايوه، عشان مارد ده نصيبنا كلنا، بتاعي وبتاع صفية وبتاع سالم، مش بتاع سالم لوحده. طب مش معقول سالم بقى يضيع 200,000 جنيه عشان حصلنا راح ولا جه ويحرمك من 80,000 جنيه ميراث؟ ويحرم مراتك من 40,000 جنيه؟ وانا ومراتي واحد طبعا. عشان كده نصر لازم نتكاتف ونحط ايدينا في ايدين بعض. تمام تمام، اللي بتقوله ده تمام. احنا ناخد صفية الصبح وروح على سالم،
ونقول له هنبيع مارد، يعني هنبيع مارد بقى. لا سالم، ما دام قال انه مش هيبيع يبقى مش هيبيع. اه بس الحصان ده مش بتاعه لوحده بقى. ما انا عارف يا سيدي، بس مش معقول نمسك شؤوم ومطاول بعض، وبعدين انت ما تضمنش صفيه تقف في وش اخوها الكبير. طب والحل ايه؟ مفيش غير حل واحد بس من اتنين، المحكمه، وايدي مضمونه، بس هتطول شويه، وعبال ما تصدر حكم في صالحنا يكون الزبون طار من ايدينا. الحل التاني مش مضمون. لا الحل التاني برضه مضمون وهتشوف. معلش بقى فوز في طمين النهارده من حكايه اللبن دي. اصل نفسي هفاني على الفول، هنزل افطر فول تحت. خلاص زي ما تحب. ما قلتليش يا سالم، الدكتور قالك ايه؟ لا يا دكتور الحمد لله طمني، كل خير ان شاء الله. ربنا يخليك ليا. اظن ده بقى امن مكان نحط فيه الحصان. ايوه هتسيبه هنا كام ليله؟ لسه ما نعرفش. ثم انت ايه اللي يهمك؟ ما دام العداد بيعد. ايوه بس كل ما طالت المده البوليس يجي يدور عليه وياخده من هنا. ما تخافش، دي حكايه ما تخصش البوليس. بس اسمعوا بقى، انا مش عاوز حد يجي لي البار خالص لحد ما ننقل الحصان من هنا، وبعد ما نخلص اجراءات الشحن كل واحد هياخد حقه ويعيش ملك زمان. طب واجراءات الشحن دي هتخلص امتى؟ يا جايز تطول شويه. طب وايه حكايه ان احنا ما نجيلكش البار دي؟ طب نسكر فين؟ اسكروا في اي حته يا سيدي بعيد عني عقبال ما العمليه تنتهي. ليه؟ انت خايف لا سالم يبلغ البوليس ولا ايه؟ سالم مش هيبلغ البوليس ولا حاجه. انت مش عايز تبلغ البوليس ليه؟ بلغ البوليس في اخويا يا فايزه. اقول ان اخويا حرامي. نصر؟ ايه اللي يخليك تقول كده؟ مش جايز تكون ظالمه؟ انا ما ظلمتوش يا فايزه. للأسف هو اللي ظلمني وظلم نفسه. ايه اللي يخليك تشك فيه؟ اولا بلغني ان الراجل عايز يشتري مارد، بيلف على مصر بقاله كام يوم وعايز يشوفه اي طريقة. ثانيا محدش يقدر يطلع مارد من الاسطبل غير انا ونصر، واديني قدامك اهو ما سرقتش مارد ولا حاجة، يبقى مين اللي سرقه؟ خس عليك يا نصر بقى، دي عاملة تعملها؟ طب دلوقتي هتعمل ايه؟ لازم ارجع مارد تاني، لازم. صباح الخير. صباح الخير. من فضلك في واحد اسمه صالح، هو تخين كده تبع مليونير وموجود عندكم. صالح المليان قوي ده؟ ايوه ايوه. شكله رياضي كده؟ ايوه. اه لا اسف، ده ساب الاوتيل الصبح كده. طب متشكر. نعم. اوكي شكرا. استغفر الله العظيم،
يعني مش عايز تقولي نصر فين يا صلاح؟ مش عرفني بقى. انت الوحيد اللي عارف طريقه، وانا اعرف ازاي خليك توصلني ليه. هو بيقول لك كده ليه؟ انا عارف، ما قدرش على الحمار بيتشطر على البردعه. حمار؟ وهو مين الحمار؟ ما تعرفوش؟ لا. ولا انا. مساء الخير يا صلاح. مساء الخير يا سالم. هو نصر ما جاش؟ ما جاش هنا بقاله كام يوم. عندكم ايه يتشرب غير ميه النار دي؟ عندنا سولر وقهوه وشاي وحاجه ساقعه. بات حاجه ساقعه بس تكون متلجه زيك. حلو منك. صباح الفل يا ابو نصر يا جميل. اهلا يا حسين. تاخد بيره؟ اه هات ازازه بيره لو سمحت. النبي ولا سخنه ولا ساقعه، هذا اندهاب كده. ايه ده؟ تعمل حاجة غلط يا سالم، ما تنساش انه ده اخوك برضو. مش ناسي ان اخويا فايز، مش ناسي. من المعروف سيبيني اريح دماغي شوية. مارد فين يا نصر؟ ما اعرفش يا سالم مارد فين. اتكلم يا نصر احسن لك، وديت مارد فين؟ قلت لك معرفش يا سالم، معرفش. ماسك لي بتاعتي ليه؟ هتضربني تاني يعني؟ هو ده اللي هيخليك تتكلم. وديت مارد فين يا نصر؟ يا سالم معرفش، معرفش. اذا كنت عايز تضرب اضرب يا اخي. وديته فين بقول لك؟ ماضربش ليه؟ عشان وصيت ابوك الله يرحمه قبل ما يموت وصاني على مارد وعليك، عشان كده مش قادر اضربك. ما انت ضربتني في البار ولا انت ناسي؟ عشان ساعتها ما كنتش اخويا، مسك لي ازازه وعايز تضربني بيها. اتكلم يا نصر، اتكلم احسن لك بقول لك. ما اعرفش يا سالم، ما اعرفش. كده ماشي يا عم نصر، أنا هعرف إزاي أخليك تتكلم. أنا مستعد أضيع عليه عمري يا عم غلاب، لكن اللي حاسس في نفسي إنه رفع الإزاز عليا كأنه ضربني بالظبط. كان سكران يا ريس سالم، الخمرة بتلحس المخ. نصر ابن حلال، بس طشة بقى.
معلش ربنا يقدرني واشوف لي مشكلته حل. هو لسه ما اتكلمش؟ لسه ما اتكلمش، لما يروح فين؟ اكيد هيتكلم، لسه النهار طويل والليل كمان. طب انت هتسيبه كده من غير اكل ولا ميه؟ لا حضري له الاكل، بس هفضل حابسه كده من غير شرب. ليه؟ هو في شرب غير بتاعنا؟ انا مش قصدي ميه، انا قصدي الخمره اللي بيدفعها. اكيد لما هيجي معاك الخمره والبرشام وما يلاقهمش هيتكلم، اكيد هيتكلم. ايه زي المزاج دلوقتي يا عم نصر؟ خد لك كاس ويسكي ولا برشامه؟ فك يا سالم، فكني ابوس رجلك. وديت مارد فين؟ سالم فكني، انا اخوك يا سالم فكني. انا هفكك بس بعد ما تقول لي وديت مارد فين. طب فكني الاول، فكني الاول وانا اقول لك. قول لي الاول وانا اسيب لك الازازه والبرشان. امتى وديت مارد فين؟ ها؟ انا شايف نصر بتاعكو ده عيل وممكن يوديكوا في داهيه. نصر ده اخو مراتي، والصغير ده بستين راجل زيك. ما هي المصايب ما تجيش الا من الحبايب. بقول لك ايه، انت تاخد حقك وبس، عايز تقبض نقبضك. الكلام ده امتى؟ كلها ثلاث ساعات والطياره تشحن مارد وجيوبنا تزغرط بالفلوس. حلاوتك يا مارد. اوعى تكون بتكذب عليا يا نصر. ورحمه ابويا ما بكذب عليك يا سالم. ايه ده يا سالم بتعمل ايه؟ سم وحرام، ادي لاخويا السم بايديا. ايوه بس انت قلت لي اديك من ده بس، خد لك واحده. اللي انا هقوله لك دلوقتي تسمعه كويس. قول لي العنوان فين اللي مخبيين فيه مارد؟ اخاف اقول لك يا سالم، دول عالم مقطيع وجايز يضروك. هم مين دول؟ صلاح وزوجتك وشلت مقطيع معاه، سيطروا عليا بالهباب اللي انا فيه دوت، فكتبت لهم الشيكات وفي الاخر اديتهم مارد. العنوان فين اللي مخبيين فيه مارد؟ ها؟ يا عم غلاب جيت في وقتك. ايوه اسمع العنوان ده كويس، قول يا ناصر. العنوان حدائق القبه، محطه الجراج، جراج السعاده. تبلغ البوليس بعد ما امشي على طول، انا رايح اجيب مارد. يلا رايح فين انت؟ لازم اجي معاك يا سالم، دول عالم مقطيع، لازم نبقى مع بعض، لازم احميك يا سالم. ماشي. محطة السعادة كوبري جراج القب. محطة السعادة كوبري جراج القب. اتفضلوا يا فندم. وانت اتفضل معانا. اتفضل يا فندم. الحمد لله اللي جت لحد كده. خد لك واحدة من دول. ايه يا سالم ده؟ خد لك واحدة عشان بعد كده تبقى تشتري من الأجزخانة. هو ده بيتباع في الأجزخانات؟ أنا طول الوقت بدي لك أسبرين. ليلة أوديك للدكتور عشان يعالجك. وبعد ما يتعالج نجوزه. مش قبل ما يخف يا بابا. وأنا اللي هعالجه. يبقى مش هيخف. هاهاهاها